كنا عند مجمع الشفاء وكان الخبط كثير حامي والامور حاميه، واجينا حق فيهم موضع امن، اجينا عند ارتبنا لحد دوار دوله في الزيتون، وقاعدين حتى الان بنمشي عند اليهود، رفعنا يدينا لفوق والهويه مرفوعه وضليتنا ماشيين. شفنا الموت وكان يطخ علينا بالقناصات ودبابات، وهجموا علينا وضمرونا وشردونا، حسبنا الله ونعم الوكيل، والناس والطريق بهدل، وناس ميتة على الأرض مقطعين، وكلهم الله يعين الناس ويكون بعونهم. جينا من مخيم الشاطئ، Thank you.